السلام الله عليكم. عندنا الأخ أسامة المحاقري، طبعا قبل فترة نزلت له فيديو والحمد لله الله يجزي ألف خير، يعني فعل خير، تفاعلوا معه وسافر الهند والحمد لله توقف، يعني لأنه قد سوى 3 عمليات كما ستشاهدون بنهاية الفيديو كيف رجله يعني مبتورة. العملية الأولى بتترى من القدم وبعدين من أسفل الركبة وبعدين من على الفخذ. طبعا بالهند الحمد لله يعني قد كان يعني بوتجاب ورجع يعني الحمد لله تمام، بس كان المفروض انه باليمن يواصل الجرع والاشعه والعلاجات، بس بسبب الظروف بسبب الحاله الماديه الذي تمر على الصغير والكبير، ولا حقت الا بالله، والله العظيم انه لو الوضع يستمر هكذا ف انه كارثه تحل على الصغير والكبير بالذات الامراض والفقراء. الان زي ما الان خلينا بس فعل خير كيف له هذه العلاجات، يعني على بال الان قد عنده سرطان، يعني الان عنده ارتجاع للرئتين. الدكتور قال إذا ما فيش الآن حل جذري لهذا الموضوع بعيد الشر، يعني حياته مهددة بالموت. أنا أسأل من الله، أسأل من الله يعني إنه كل من شاهد الفيديو أول شيء ينشره، لأنه حياة شاب مهددة ما بين الحياة والموت. أنا أقول هذا الشيء مش يعني أنا قدو، يعني لما الأم الآن تشرح لي قلت لي والله يا ابني والله، وإحنا طلعنا طبعا صنعاء قرروا طبعا جرع هذا ما بش معهم نزلوا بسبب، قال والله نحن وقفنا بالطريق قال الكل نزلوا يتعشوا، قال واني ونبني قل لهم لا احنا شابعين، قال واقسم بالله ما معنا حق العشاء، ان احنا دفعنا بس واحد فعل خير على سيف مصلب، قال والله اني نكون بين السكر اللي اخطب من الجوع وايضا عنده السرطان، قال والله ما اكلنا حاجه بسبب والله ما كان معنا ريال. فانا اسال من الله، اسال من الله ان الناس يتفاعلوا مع الاخ وينقذوا حياته. والله العظيم ان الان دخلت اقسم بالله وانه صاحب البيت ليقول لهم اخرجوا، والله ان انا سمعت صوت عندنا بالشارع يقول لهم اخرجوا من البيت، يعني اوضاع ولله الحمد. فانا اسال من الله ثم من فعل خير واصحاب القلوب الرحيمه ومحبين الاجر والمتاجرين مع الله عز وجل ان يعتبروا هذا الاخ اخوهم او يحسوا بمعاناته ومعاناه الام ويتعاونوا معه على سبيل ما ينتشرش السرطان الى الرئتين ويؤدي بحياته الى الموت، وجزاكم الله الف خير.